ضمن ذات الدور تتجه الأنظار أيضا إلى ملعب لويس الثاني، حيث سيستقبل نادي موناكو الفرنسي ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني وسط إجراءات أمنية مشددة تشهدها الإمارة الفرنسية بعد الاعتداء الذي تعرضت له حافلة النادي الألماني في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي. ونشرت السلطات الفرنسية في موناكو العشرات من أفراد الأمن وقوات مكافحة الشغب من أجل تأمين اللقاء وخاصة الفريق الضيف. وكان لقاء الذهاب بألمانيا قد انتهى بفوز موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ما يمنح أفضلية لنادي الإمارة الذي يتصدر أيضا الدوري الفرنسي. وقبل هذه القمة الفرنسية الألمانية المنتظرة، أكد مدرب نادي موناكو ليونارد جاردين بأن فريقه على أتم الاستعداد لانتزاع بطاقة العبور لمربع الكبار على الرغم من قوة الخصم الألماني.